ما أظن أكو بالتاريخ نظير لهذه القضية. النبي صلى الله عليه وآله طلع من المدينة، إيش قد النبي أوصى بالمرأة؟ النبي يقول في حديث: جلوس الرجل مع عياله، هؤلاء اللي يشتغلون من الصبح إلى آخر الليل، يرجعون بالليل ساعة ثنتين من الديوانية أو من أعماله، جلوس الرجل مع عياله أحب إلي من الاعتكاف في مسجد هذا. لو تعتكف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، ايش قد ثواب عند الله. لو اقعد ويا عائلتك كم دقيقة، احكي وياهم، اضحك وياهم، تمازح وياهم، اسأل أحوالهم. طفل عندك أنه وين أنت، شنو تقرأ كذا، هذا أحب إلى رسول الله من الاعتكاف في مسجد رسول الله. لاحظوا هذه الرحمة. النبي صلى الله عليه وآله طالع من المدينة، دا يروح إلى وين؟ إلى مكة في العام أظن 10 من الهجرة أو قبله. وصل إلى ذي الحليفة، ذي الحليفة يعني مسجد الشجرة، يعني أبيار علي، اللي المؤمنين عادة عندما يروحون إلى المدينة يحرمون من مسجد الشجرة. قديما كانت تفصلها عن المدينة فاصلة، الآن على ما أتذكر وقعت داخل المدينة، لأن المدينة كبرت وتوسعت. كانت معه امرأة، النبي وفي الرواية أكو وكان معه جمع كثير، كم ألف كان ما أدري، جمع كثير كاتب. كانت معه امرأة فولدت في مسجد الشجرة، وهذه المرأة هي أسماء بنت عميس، ولدت منه؟ ولدت محمد ابن أبي بكر. أسماء كانت زوجة أبو بكر المشهور، فولدت. النبي صلى الله عليه وآله ومعه هذا الجمع، منتهى القضية، منتهى الرحمة، يقول لجماعة من النسوان ابقوا وياها، ولكن يمكن يظل في خاطر أسماء شيء. النبي راح وهي بقت، ممكن فد هذا الخاطر. فتوقف النبي صلى الله عليه وآله في مسجد الشجرة، وتوقف معه جميع المؤمنين. ليش؟ لأن امرأة ولدت. أكو عندنا واحد في التاريخ فعل مثل هذا العمل؟